فيق بركة عليك من النعاس، فيق بركة عليك من الكسل، فيق بركة عليك من الخمول. خلي عندك هدف في حياتك أيها الإنسان، تقاتل في سبيل أنك تحقق في يوم من الأيام. صدقني هدفك كيستحق جهدك، كيستحق تعبك، كيستحق تضحيتك أيضا. صحيح أنك ما غاديش توصل بالسهل، غادي تواجه صعوبات وعراقيل كثيرة، غادي تشيك لحظات يأس وضعف وغادي تقول صافي بركة أنا عييت ومليت. غادي تصادف في طريقك اللي غادي يبغي يحطمك ويدمرك، حيت ببساطة ما قدرش يكون في حالك، لكن انت خليك مصر وكمل في طريقك، واعتبره درس واستفد منه واستغله في الصالح ديالك. لكن ما تنساش خليك مقاتل شرس ما كيعرفش معنى الاستسلام. كافح حتى النهاية، حيت والله العظيم تعبك ما غاديش يمشي سدى، حيت الله سبحانه وتعالى جل جلاله ما هو بظلام للعبيد، راه كيشوف كل شيء وحتى حاجة ما كتخفى عليه، فقط كيختبر صبرك وإلحاحك على بلوغ هدفك. واش غادي تكمل حتى النهاية ولا غادي تسمح في كل شيء وغادي تبقى في منتصف الطريق؟ ما تعطيش فرصة لأي واحد أنه يسرق الحلم ديالك. شوف ديما القدام وإياك الدور من وراك، حيت في الوراء غادي تجبر غير الناس العاديين اللي راضين بوضعهم العادي. لكن انت خليك متميز، كسر المألوف، بني مملكة النجاح ديالك، وأهم شيء أنك تكون قدوة لنفسك والجيل اللي غادي يجي من بعدك. رسالتي الأخيرة ليك أيها الإنسان، كن صاحب هدف، كن صاحب رسالة، كن أنت المطور وليس المدمر.